مها حبيبتي تقول هل الأم اللي تضطر لتترك أطفالها بعد الطلاق سيئة؟ ما تقدرين تحكمين لأنه الظروف تختلف ولأنه القصة تختلف ولأنه الوعي يختلف والمسؤولية تختلف، لكني يعني قلت أنا في أسرار الأنوثة للمرأة إنه الأطفال هم جزء من طاقة المرأة، وهي تعرف إنهم أنسب لها، والرجل يعرف كذلك. يعني كلنا نعرف، متفقين بوعي أو بلا، نعرف إنه الأم يعني ما في أنسب للأطفال من أمهم، ما في أنسب للأطفال من أمهم. لكن هل ممكن أن الأم تكون مرت بظروف صعبة جدا خلتها ما تستطيع أنها تقوم بهذا الدور؟ أو مثلا مرات يكون في أب كثير جيد، أب ممتاز، هي تعرف أنه زوج ردي لكن أب خمس نجوم، خمس نجوم، وتعرف أنها بتروح لأهلها أطفالها يمكن بيندعسون، بيندعسون لسبب أو لآخر. قد يكون في فرد من أفراد العائلة مو جيد، قد يكون في ظروف، قد يكون في فقر، قد يكون، فهي يعني تتنازل عن هالألم اللي جواتها والعاطفة عشان عيالها، وتقول لا خلهم يعيشون عند أبوهم أحسن مثلا مادية، أبوهم أب جيد راح يرعاهم راح يهتم فيهم راح يسمح لي إني أزورهم مثلا في الويكند. فتفكر تقول والله إنها جيدة، أم جيدة، يعني وفقا للظرف اللي هي مرت فيها، يعني تعطف عليها إنها هي متقطعة، مو أم والله هي قالت يا عمي خذ دبر نفسك أنت وعيالك وراحت وتزوجت وسافرت. تعرف إن القصة مختلفة أم عن أم، يعني عرفت النموذج الأول إنها هي حسبتها وشافت إن عيالها خسرانين معاها، فتنازلت مع الألم اللي جواتها عشان عيالها، وفعلا الأولاد حصلوا على الحياة جيدة بهذا التنازل، فهي اختارت الأفضل لأبنائها، هذه ما هي أم سيئة. لكن الثانية اللي قالت دفتهم على الأب الرديء، قالت دبر نفسك عيالك مو أنت اللي طلقت خذهم، رمي يعني كذا، وراحت تتزوج وراحت تبحث عن ذاتها على قولتهم. ففي فرق، شلون أتطلق من النرجسي بأقل الخسائر؟ إيه والله أنك صادقة، أيوة طبعا، يعني كل واحد يعرف شريكه، thank you، يعرف انه شريكه يعني بينهي القصة بهدوء ولا يعني، فالنرجسي اكيد ما راح ينهيها بسلام، يعني راح، اهم شيء يبغى اقول لك حطي الموضوع على الطاولة بدري، حطي الموضوع على الطاولة بدري، النرجسي يحتاج وقت. الشيء الثاني، النرجسي يحتاج انك انت تحفظين له يعني المظهر حقه كذا والديكور قدام الناس وكذا، مهم بالنسبة له انه يعني ينحفظ، وانه يعني ما تقللين من قدره أو من شأنه، وهذا المفروض مع الجميع يعني، بس تصيرين تحتاطين أكثر، لأنه هو ما يبغى شيء يعني يشوه صورة اللماعة كذا. وممكن مرات تحتاجين تقولين أنا اللي يعني أنت ما فيك شيء، أنت ما فيك مشكلة يعني، بس أنا اللي عندي يعني شعور معين، وأنا اللي ماني مرتاحة، مو أنت اللي مو مريح، أنا اللي ماني مرتاحة. ومرات فعلا يكون الشخص هو اللي يعني مو مرتاح في القصة، مو بالضرورة الشخص، يعني قد يكون مثلا زوجك هذا تسلك مع امرأة أخرى عادي ويكونوا مبسوطين، بس أنتي منتي مرتاحة في القصة هذه، أو لا تناسبك القصة هذه. يعني مثلا قد يكون مثلا زوجك يقول لك والله أنا أبغاك مثلا تلفين ورق عنب، صح؟ فتقول والله أنا ما يناسبني هذا الموضوع، ما تناسبني القصة هذه، بس ما يعني إنه هو لما طلب ورق عنب إنه هو غلطان، ما يعني، هو كان يتصور تصور معين إنك أنتي بتلفين ورق عنب مثلا، فمو بالضرورة يكون الشريك غلطان قدر ما إنه أنا ما ناسبتني القصة. برضو هذه تخليه يعني يهدأ، تخليه يعني ما يحس إنه الموضوع هو هجوم وهو يعني تسفيل، هو محاولة إهانة. إيش رأيك في الزوجة اللي تسوي سحر لزوجها؟ تكلمنا عنها في الجوع الروحي، يعني نقول لها بدال ما تسوين سحر تعاري احضري دايزي شوية، فكي مخك، تعلمي لك كم معلومة. ماذا لو كان الموضوع أبسط من أنك أنت تروحين تسوين سحر وتسوين هالقصص التعبانة؟
تكلمت عن الموضوع في الجوع الروحي، انه مرات بعض السيدات او حتى الرجال، يعني ما ادري مين الطرف اللي يقوم بهذا الدور، انه يكون عندهم هوس باتمام هذه العلاقه تحت اي ظروف. طيب يا ماما ما يبغاك، ما يبغاك خلاص، الارواح جنود مجنده، الافكار مختلفه، الطاقات متنافره، ما خلاص خلاص. ترى على فكره ممكن تشوفين لك واحد ثاني وتعيشين معاه احلى قصه حب واحلى قصه، ترى الحياه ما فيها هذا الشخص، يعني يا يضبط، اذا ما يضبط بنسحره لما يضبط. ما هو غصب، ما هو غصب، الموضوع ما يمشي بهذه الطريقه. يعني اذا ما ضبط بنسحره عشان يضبط. تبغين واحد، يعني انت فعلا فعلا يعني تبغين واحد انت عارفه انه هو اصلا ما يحبك او ما يبغاك، او ما انت عارفه هذا في قرارات نفسك. هالشعور ايش هالقصه الرديئه؟ ولا عشان الفلوس؟ ترى في غيره بعام فلوس. ممكن انك انت تعيشين قصه جيده وجميله وفيها فلوس وفيها ثراء وفيها حب بس مو مع هذا الشخص، مع شخص اخر. ليه نختار الضلع؟ ليه؟ طبعا غالبا لانه المشاعر رديئه، ترى لانها هي تتصور انه أو واو انتهوا الرجال من الكوكب. يا ماما ما في اكثر من الرجال، عندنا يعني مليارات من الرجال، مره في كثافه من الرجال، مره يعني يكفون وزياده ترى الرجال. اخر تعداد في السعوديه طلعوا رجال اكثر، صح ولا لا؟ ولا انا غلطانه؟ يعني يكفون، في كفايه من الرجال. فهي العقد اللي جواتها والظلام والشعور التعبان والخوف والطمع وكذا يخليها ما تشوف الا الرجال قدامها. مره فكر ضيق وشعور يعني رديء يخليها ما تحس انه لا، ما في الدنيا الا هذا الرجال، فتحط حراتها فيه. سحر كله ظلام، كله ظلام، جوع روحي للعلاقه العاطفيه. بينما يعني ممكن تعيش في 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 سعة يعني لا تتصورها، بس تفك عن هالضيق، هذا الضيق الشعور وضيق النفس بس وش تقول لما الواحد يلبس النظارة السوداء؟ يعني يضيع، يبدأ يلف على نفسه. ولما تطلع مع صديقاتها يعني كلهم يبدون ينبشون في راسها، يقولون لها الكلام السخيف، تصدق القصة؟ ترى ما هو آخر حبة، أرجوك لا تروحين للظلام عشان هالقصة، ما هو آخر حبة. في كثير رجال جيدين كافين، عندهم فلوس، عندهم تكونين سعيدة معاهم، في حب، في ما تحتاجين الظلام. سكينة حبيبتي تقول إيش القصة اللي أفهمها أني بكل مرة أختار الطلاق أفلس، ما يكون عندي فلوس، أخواني يوقفون ضدي ويلزموني من إيدي، ما أعرف شو القصة. بس يعني قصة تدخل إخوانك في موضوع شخصي جدا مثل موضوع الطلاق، هذا الحالة يبغالها أنك أنت تمسكين الريموت كنترول. صح صراحة ما لهم، ما في أحد لا دخل، لا يطلق ولا يعني يلزمك بالطلاق ولا يرجعك لزوجك بالغصب. هذه يعني ما هي طريقة فعلا يعني صحيحة للحياة. فالريموت كنترول رجعيه. أما قضية التفليس، طبعا أبغى أقول لك أنه الشركاء بينهم كثير كارمات مشتركة، وأبرزها كارمة المال، يعني مشتركة وبقوة في الطلاق. لذلك بعض الناس لما تلقاهم يتزوجون يطيرون ماديا، بعض الناس لما يتزوجون يخبطون، بعض الناس لما يتطلقون يروحون تحت، أو واحد يروح فوق واحد يروح تحت. هيتصير حسب الكارما، الكارما مع مين. مرات الكارما تكون مع شخص بس محتاجة بس تفعيل، اللي كذا اللي يعطيها اللمسة، يكون الزواج هو اللمسة، محتاج بس شوية شعور حب تفعل وتطير الدنيا. ومرات كارما الفقر موجودة بس محتاج لها شعور رديء، تتزوج شخص شعوره رديء ينزلك في الأسفل.
لذلك أعتقد أنه مهم أنك أنت تنتبهين لموضوع المال في الزواج. أعتقد أنه أنت تحتاجين أنك أنت تنتبهين لهذا الموضوع، أنه يكون على الأقل الشخص اللي بتتزوجينه يعني مقتدر ويقدر يعني يساعدك أنك أنت تشيلين الموضوع.